وصلت الباخرة وبدنا نعمل لها تيست ومش يعني يعملوا لها تيست هي وطالعة، إلا لما توصل لعنا بدنا نعمل لها تيست. هلا هي هدول إجراءات بالنهاية بينعملوا لأنه بعرض البحر ما بنعرف. هلا أنت مقتنعة فيها هيدي هيدي عملية السواب، هيدي عملية بتكون ماشي بشكل منتظم دون أن تؤثر على الجهة التي تصل إليها المادة. نعم. هيدي عملية السواب عملية تجارية بين شركات متعاقدة فيما بينها، نحن ما خص وصلت ولا ما وصلت شو لنا علاقة، أو من العراق طلعت ولا ما طلعت شو لنا علاقة، لازم يكون في جدول منتظم. أصلا ما بوقع البلد الآخر بأي مشكلة، ولا يمكن أن يكون للبلد اللي له حق الاستفادة أن يكون له دالة على البلد الذي أعطى هذه المادة، أو نعم. سواء مجانا أو نص مجانا أو ربع مجانا أو بخدمات تعليمية، طالما هناك في عقود بين دولتين مفترض هذا الأمر أن يكون فيه احترام. هذا اللي عم بيصير. يعني إذن الرئيس ميقاتي بإصراره على عدم البت بالهبة الإيرانية، يعني هو يصر على بقاء اللبنانيين في مثل هذه الأزمة. نعم. في حين أنه كل الحكي عن أنه الفيول الإيراني بحجم الكميات المنتظرة ممكن أن يعطي اللبنانيين 10 ساعات أو 12 ساعة أو 14 ساعة، لك يا ستي قبلانين بالعشر ساعة. هلا نحن نقول أوكي لنشوف قديه صحيحة، يمكن مثل ما قال دكتور سمير جعجع أنه خلينا نوافق تنشوف وين معقولة نوصل، لأنه بشكك بهذا الأمر أيضا. يعني هلا ما بدي فوت بخبس النوايا، بس أكيد سمير جعجع مش عني حسنة، يعني أكيد مش عني حسنة بالنهاية، هون هو خصوم بالنهاية. خلينا نرجع للحكومة لنقدر نمشي تسلسليا. من هو المعرقل في الحكومة؟ وبما أنه مثل ما حضرتك عم بتقول، يعني بحسب ما قلت أنه الرئيس ميقاتي لا يريد الحكومة في انتظار البت بالاتفاقات الدولية وإلى آخره ليشوف هو وضعه كيف. ما زال هيك ليه فجأة بعد نحو أكثر من أسبوعين بيحمل تشكيلتين، واحدة مثل ما بده إياها رئيس الجمهورية واحدة اللي هو بده إياها، وبيطلع عند رئيس الجمهورية؟ يعني عم بيقدم له اللي بده إياه بالنهاية. لا بعتقد أنه في التباس بهذا الموضوع، واحدة مثل ما بده إياها رئيس الجمهورية، ما بعتقد يعني هذا اللي صار. 30 وزير ما صار بعد إلى الآن. معلوماتنا بتقول انه كانوا يعني كانت حكومه ثلاثينيه وايضا حكومه ال 24. ايه عرفت انه الحكومه الثلاثينيه ما تم التوافق عليها. ايه بس ليه ما تم؟ ما هو الرئيس رفض، رئيس الجمهوريه ليش؟ ما بعرف اذا رئيس الجمهوريه اللي رفض او بالاحرى للبحث تتم صله هيدي العباره. ما بعتقد رئيس الجمهوريه اللي رفض، لانه رئيس الجمهوريه هو صاحب الطرح بهذا الموضوع. هلا ممكن صار في خلاف على الاسماء ما بعرف، بس الى الان لم يبت هذا الامر. ومئات اخذ التشكيله على استحياء، يعني هو عارف مسبقا انه حيصير في عليها التباس. ليه حيصير فيها؟ هو تاني نهار بس للتوضيح انه بيان القصر بحسب الرئيس ميقاتي بعت له مش ماشي الحال. شوفي لو كانت النوايا حسنه عند كل الاطراف ما بصير هذا السجال اللي صار امبارح. نعم. يعني انت بتلاحظي انه باي شغله بتشتعل دغري التصريحات السياسيه ويستحضر المقامات بالموضوع، ما بيعود في إلى قصة العلاقة بالموضوع السياسي، بصير الاشتباك اشتباك يأخذ منحى طائفي. نعم. إنه المقام الماروني السامي والمقام السني العالي والمقام الشيعي الرفيع المستوى والمقام الدرزي العالي المقام، كلها مقامات يعني. بس الشعب اللبناني ما عنده مقام. نحن لعبنانهم ايه او المقام ايه ما هو هذا المقام يعني دائما هيك يمس به. نعم. فلذلك انت لاحظت الان امبارح كل الصحف او كل وسائل الاعلام تحدثت عن الاشتباك بين مقام بعبدة ومقام السرايا. نعم. يا اخي شو بدي بالمقامات انا؟ في واقع لبناني سيء الان. الرئيس ميقاتي صره قديش قاعد ما تحرك ولا عمل اي شيء، كان باليونان ومش عارف وين عم يعمل استجمام، شوي اجى فجأة واجته النخوة انه هو بده يشكل حكومة مش عارف شو، كمان في شيء لا منطقي باللي عم بيصير، اما انه يتوقع مسبقا ان يكون هناك استعصاء نتيجة مطالبات كانت بين الرجلين او بين الرئيسين نحن ما بنعرفها. نعم. او نتيجة يعني بعض الهمسات من هون ومن هونيك، وبيجوا بيخلقوا امر واقع قدام الناس انه والله يابا نحن حطينا تشكيله وصار عنده الرئيس التباس ورجع الرئيس ميقاتي عدل وما عدل الى اخره، اللي بده يشكل حكومه ما في داعي لكل هالشوشرات.
بيقعدوا ساعة ساعتين وما بيطلعوا من قصر بعبدة إلا ما يشكلوا حكومة. هيك أنا بقنع. يعني برأيك ولا طرف بده حكومة؟ قلت لك شو الأسباب. بقول لك الرئيس عون أنه أنا رايح رايح. يعني كله عم بيعرقل بفضل أنه يوصلوا. إيه لأنه عمليا أنه رئيس الجمهورية. نرجع هيك شوي نكون كمان مجردين أو نعم. متجردين إلى حد ما مع أنه صعب. بس أنه رئيس الجمهورية فيه له هالتوقيع اللي بيقدر يحافظ فيه على شيء من قوته في ظل يعني الصلاحيات المحدودة له. بقول لك أنا عندي هذا التوقيع. طيب صرني سنتين بقول لهم رياض سلامي رياض سلامي رياض سلامي، ما حدا تحرك ولا حدا بده يتحرك. صرني سنتين بقول لهم تدقيق جنائي ومالي ومش عارف شو، ما حدا تحرك. صرني سنتين ثلاثة بطالب بإصلاحات بطالب بخطة للكهرباء، ما حدا تحرك. ليش بده هو يعني يرجع يعطيهم هذه الورقة؟ هيك هو بفكر.